أين عرش الله؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث العباس بن عبد المطلب: أتدرون كم بين السماء والأرض؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وفوق السماء السابعة بحر ما بين أعلاه إلى أسفله كما بين السماء والأرض. وفوق هذا البحر أو الماء عرش الله جل وعلا. واحد من الملائكة الثمانية رجلاه في الأرض السفلى، وفوق قرنه عرش الله، وما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام.